أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى جولة جديدة في أخبار عدد من المحافظات المصرية، وفي هذه الجولة نتابع. عماد عبد الغفور رئيس حزب الوطن يؤكد من سوهاج رفض حزبه تشكيل لجان شعبية تكون بديلا عن أجهزة الشرطة. كاميرا الجزيرة مباشر مصر تلتقي أهالي قرية محلة زايد في الغربية لمتابعة واقعة قتل بلطجية اختطفوا فتاة من القرية. واستعدادات في مستشفى الأطفال التخصصي في مدينة بنها لفصل توأم ملتصق. أهلا بكم إلى تفاصيل جولتنا والتي نبدأها اليوم من محافظة سوهاج، حيث أكد الدكتور عماد عبد الغفور رئيس حزب الوطن ومساعد رئيس الجمهورية أكد رفض حزبه لفكرة تشكيل لجان شعبية تكون بديلا عن أجهزة الشرطة. وطالب عبد الغفور في مؤتمر شعبي طالب الجميع بالوقوف مع الشرطة وإيجاد منظومة أمنية قوية لوضع حد للانفلات الأمني الذي تعاني منه البلاد. يا دكتور احنا رايحين فين؟ يعني الصوره شكلها عامله ازاي؟ هل في ضوء في الطريق او انه يعني انقطعت الاضواء واظلمت الاجواء؟ ف يعني الحقيقه في قلق عند الكثير الناس وكثير من ابناء هذا الشعب القليل. طبعا احنا بنؤمن يعني عندنا أسس إن هي التفاؤل ثم التفاؤل ثم التفاؤل، الأمل ثم الأمل ثم الأمل، العمل ثم العمل ثم العمل، إن هو سيجعل الله بعد عسر إيه؟ يسرا، إن مع العسر يسرا. إحنا دايما بنؤمن بأن ربنا حافظ مصر، ربنا حافظ مصر. ومن فضل الله سبحانه. عماد عبد الغفور رئيس حزب الوطن مساعد رئيس الجمهوريه. سؤال لقناه الجزيره مباشر مصر. حزب الوطن ضد يعني يرفض تماما. وفي محافظة المنيا دفعت أزمة نقص السولار التي تضرب المحافظة دفعت العشرات من أهالي قريتين في مركز مطاي إلى مهاجمة سيارتين محملتين بالسولار والاستيلاء على حمولتهما. وتجمع الأهالي على الطريق الزراعي مصر أسوان واحتجزوا السيارتين وهما تابعتان لشركة مصر للبترول، وقد تم التفاوض مع المحتجين وتحرير السيارتين بعد الاتصال بمحافظ المنيا لتوفير حصة لأهالي القرية لتلبية احتياجاتهم من السولار. من محافظة المنيا ينضم إلينا عبر الهاتف الصحفي حسن عبد الغفار. حسن، لو تطلعنا على تفاصيل أكثر حول هذه الواقعة. هو بالفعل محافظة المنيا تشهد أزمة شديدة في نقص الوقود بصفة عامة والسولار بصفة خاصة. لأن أزمة السولار في محافظة المنيا لم يعد تأثيرها مباشرا على السائقين وأصحاب السيارات فقط، إنما أصبح تأثيرها مباشر على المزارعين والأهالي، خاصة مع تكرار انقطاع تيار الكهرباء والتجاء الأهالي إلى شراء المولدات الكهربائية التي تتطلب نوع البنزين من أنواع الوقود. الأزمة أصبحت مستفحلة داخل المحافظة، فهناك طوابير من السيارات توجد على الخط السريع والشوارع الجانبية الموجودة برا محطات الوقود، مما يدفع الأهالي والسائقين واصحاب السيارات القيام بقطع الطرق واحتجاز السيارات الخاصه والمحمله بالسولار. فبالامس كان هناك قام عدد من اصحاب السيارات بقطع الطريق الزراعي مصر اسوان عند مدينه منوي امام محطه، وقاموا باشعال اطارات السيارات، اشعال النار في اطارات السيارات احتجاجا على نقص الوقود، وكان الامن قد انتقل الى هناك ووعدهم بتوفير حصه داخل المحطه حتى يتمكنوا من العمل. اليوم ايضا راينا اهالي قريتين بمركز مطاي شمال مدينه المنيا قاموا بقطع الطريق الزراعي اثناء مرور سيارتين محملتين بالسولار تابعتين الى الشركه المصريه للبترول، وقاموا باحتجاز السيارتين وكادوا ان يحصلوا على السولار الموجود داخل العربيتين، لكن قيام الاجهزه الامنيه على الفور انتقلت
الى مكان تجمع الاهالي وقيامهم بقطع الطريق، وقاموا بالتفاوض مع الاهالي، ولم يتم تحرير السيارتين الا بتوفير كميه من السولار، وبعد الاتصال بمحافظ المنيا لتوفير كميه من السولار للاهالي حتى يتمكنوا من ري اراضيهم لاصحاب ماكينات الرفع للمياه، يرفضون العمل بدون توفير السولار، والسولار غير موجود داخل محطات الوقود. هنا نلاحظ شيئا غريبا، هو عندما يقوم الاهالي او اصحاب السيارات بقطع الطرق او التظاهر يتم توفير السولار، بينما في حاله عدم التظاهر او عدم قطع الطرق نرى ان المحطات خاليه من السولار والسيارات تمتد لعشرات المترات امام محطات الوقود. هذا الامر الذي يسبب حدوث مشادات بين السائقين وبين المواطنين وبين المرة، بالاضافة الى قيام بعض من السائقين برفع الاجرة على المواطنين، وهذا الامر ايضا يؤدي الى حدوث مشاجرات بين المواطنين. الصحفي حسن عبد الغفار، كنت معنا من محافظة المنيا، شكرا جزيلا لك. نتحول إلى محافظة أسوان التي أدى تفاقم أزمة نقص السولار فيها إلى وقوف السيارات في طوابير طويلة أمام محطات الوقود وارتباك عمليات نقل محصول قصب السكر من الأراضي الزراعية إلى مصنعي السكر في كومامبو وإدفو. وطلب سائق الشاحنات بضرورة توفير كميات كافية من السولار حفاظا على محصول قصب السكر الذي يعتبر محصولا قوميا للبلاد. ومعنا عبر الهاتف من أسوان الصحفي حسام العربي، مدير عام التموين بأسوان. مرحبا بك سيد حسام. أهلا بك أفندم. لماذا لم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للحيلولة دون تفاقم هذه الأزمة في المحافظة؟ والله هو حاليا يعني أزمة السولر في محافظة أسوان، احنا في وعد من وزارة البترول بزيادة الكميات الواردة لمحافظة أسوان. انا بيجيني حاليا في اليوم بتاع 700 طن تقريبا، يعني متوسط، لان ممكن يوم يجيني 700 ويوم ثاني يجيني 400، بس المشكله عندي ان بياخد من حصه محافظتي اسوان حدود 200 طن يومي لشق العينات، ودي دخله مش بحصتها، بالتالي عامله دروب عندي في المحافظه. انا عندي حاليا في محافظه اسوان في ظل الظروف الحاليه زياده الانشطه السياحيه بالنسبه للمحافظه، المحاجر الموجوده في المحافظه، بالاضافه لاهم من ده كله موسم قصر القصب. موسم كاس القصب ده موسم اللي هو الحصاد بتاع القصب. نعم. فبالتالي طبعا ده كله ضاغط علينا واحنا بنطالب بكميات زياده. انا النهارده ماشي لو جت لي 700 طن بتاعتي بتاعت اسوان 750 على المعدل الطبيعي كنا بنسترك منك هذه الايام ما بين 1000 و1200 طن يومي. مدخل معايا بيجيني الكميه ان هي اسمها داخله الاسوان بيطلع منها 200 طن حوالي تقريبا في اليوم لشق العينات. يعني بيعتبر هو بيديني 700 720، ده المتوسط. بياخد منها 200 لشق العينات وهي دي مش تبعي بس. فانا دي عامله ازمه عندي جدا جدا جدا. الارض اللي بيجيني على قدر الامكان بنحاول نوزع على جميع مراكز المحافظه نسبه وتناسب حسب المتاح عندنا. فطبعا احنا بنطالب بزياده الكميات، سياده المحافظ اتكلم مع وزاره البترول، اتكلم مع وزير التموين، واحنا كل يوم بنخاطب المسؤولين الاقل من الوزير طبعا درجة بنكلمهم يوميا وبناخد وعد منهم بزياده الكميات. دي حاجه انا المشكله اللي انا بطالب بيها باسوان زياده الكميات مع الاحتفاظ برصيد استراتيجي للمحافظه، لان انا اخر محافظه في الجمهوريه لو قطع طريق سكه حديد او طريق بري اسوان هتنعزل على المحافظه على الجمهوريه. فانا بطالب يعني من خلالكم وجوابات كتيره بعتناها لوزاره البترول بهذا الشهر ان احنا لابد ان محافظه اسوان كاخر محافظه حدوديه نظرا للظروف اللي بنمر بها لابد ان يكون في رصيد استراتيجي مع تغطيه الاحتياجات اليوميه للمحافظه. هل تصف ذلك بالاهمال ربما لانه المحافظه بعيده جدا في اقصى الصعيد؟ لا انا بصف ان الموضوع ان انا كمحافظه اخر محافظه حدوديه اطلب المزيد من الاهتمام بينا احنا في الصعيد لسبب واحد، ان انا اخر محافظه النهارده اللي في الجيزه او بني سويف لو في اي ضرب هيصرفوه من القاهره من السويس خلال ساعتين ثلاثه هتحقق مشكلته. انا اطلب السولر بياخد من القاهره لغايه ما يجينا اسوان ياخد ثلاث ايام في السكه، لان اطراف الموارد البتروليه ما بتمشيش بسرعه العصر المواطنين. يعني حضرتك ترى بانه المسافات لها دور ايضا في هذه الازمه. طبعا لها دور، فانا عاوز المسؤولين في وزاره البترول يحطوا هذه المسافات في عين الاعتبار ليهم، وخاصه احنا في مهم النهارده اسوان في موسم جني حصاد القصب، وده محصول استراتيجي لجمهوريه مصر العربيه، اكبر مصانع على مستوى الصعيد في محافظه اسوان في كومبو وإدفو.
فطبعا نعم. بعتنا جوابات كتير بزياده. النهارده لازم يبقى في مراعاه لان في حاجه موسميه جديده، موسم القصب انتهي عندي في نهايه 5، لابد ان في ضخ كميات اضافيه عشان مواجهه هذا الموسم. السيد حسام العربي مدير عام التموين بمحافظة أسوان، شكرا جزيلا لك. إلى محافظة أسيوط، حيث قضت محكمة جنح مستأنف أول أسيوط ببراءة 3 ضباط شرطة متهمين بالتعدي على عدد من المحامين أمام النقابة في مدينة أسيوط خلال أحداث الثورة. جاء قرار البراءة بعد عقد جلسة للصلح بين المتهمين والمجني عليهم، بعدما كان المتهمون قد تلقوا حكما بالحبس لمدة عام وغرامة 10,000 جنيه. وفي خبر آخر، تظاهر العشرات من موظفي إدارة تنفيذ الأحكام والإدارة الجنائية بمحكمة أسيوط معلنين إضرابهم عن العمل، ما وصفوه بتعدي عدد من المحامين على أحد زملائهم أثناء تنفيذ حكم ضده. وانتقد المتظاهرون ما اعتبروه تجاهلا من الشرطة التي كانت موجودة لتأمين زملائهم. وينضم إلينا عبر الهاتف الصحفي يونس درويش. يونس، كيف تم التوصل إلى الصلح بين ضباط الشرطة والصحفيين؟ بالتالي انتهت القضية للبراءة. نعم زميلة سارة، بعد جهود مكثفة من قيادات مديرية أمن أسيوط بالتنسيق مع نقابة المحامين الفرعية بمحافظة أسيوط، تم التوصل إلى إنهاء الخلاف الذي حدث بين ضباط الشرطة والمحامين على خلفية تظاهرات المحامين يوم 28 يناير 2011 خلال أحداث الثورة، وذلك بقيام ضباط الشرطة بالتعدي على المحامين أثناء تنظيم وقفة احتجاجية أمام نقابة المحامين الفرعية بشارع الجمهورية بأسيوط. وقام المحامين بتحرير محضر ضد 3 من ضباط الشرطة، من بينهم ضابط في جهاز أمن الدولة المنحل. وبعد تداول القضية بمحكمة أسيوط والحكم على الضباط، تدخلت قيادات مديرية أمن أسيوط واللواء أبو القاسم أبو ضيف مدير الأمن واللواء أشرف رياض رئيس فرع الأمن العام بالمحافظة، وتم إنهاء عقد جلسة صلح بنقابة المحامين الفرعية مع تقديم اعتذار ودي للمحامين عما بدر من ضباط الشرطة، وتم إنهاء الخلاف، الأمر الذي ترتب عليه الحكم ببراءة المتهمين وانقضاء ووقف الحكم الصادر ضدهم اليوم. نعم يونس، ماذا عن مظاهرة الموظفين بإدارة تنفيذ الأحكام والإدارة الجنائية بمحكمة أسيوط؟ جاءت هذه المظاهرة والوقفة الاحتجاجية مضربين عن العمل من موظفي إدارة تنفيذ الأحكام والإدارة الجنائية بمجمع محاكم أسيوط، وذلك احتجاجا على تعدي المحامين على زميلهم الذي كان يقوم أمس بتنفيذ حكم قضائي ضد أحد المحامين، وفي وجود قوات من الشرطة اتهم عضو تنفيذ الأحكام المحامي صاحب المنفذ عليه الحكم بالتعدي عليه والاستيلاء على هاتفه المحمول ومنعه من تنفيذ الحكم، وقام بتحرير محضر. وعلى خلفية ذلك قام زملائي بالتضامن معه منذ صباح اليوم، وقاموا بالإضراب عن العمل وأغلقوا الأبواب مرددين هتافات ومطالبين بالتحقيق مع المحامي حتى يعودوا إلى العمل. الصحفي يونس درويش كنت معنا من محافظة أسيوط، شكرا جزيلا لك. والمشكلة بقى إن محامي عارف قانون عضو نقابة المفروض يتحاسب حساب الفلكين عشان يعرف القانون ويطلع فيه ثغرات، وبالرغم من ذلك النقابة بدل ما تقول له عيب بتتواصل معاه وبتعطل تنفيذ القانون والحكم عشان مجرد ما هو عضو نقابة. هي دي المشكلة اللي احنا فيها، ولا تظهر 25 ولا غيره، احنا ضمير البني آدم المصري زي ما هو. وفي أسيوط أيضا، عقد المجلس القومي للمرأة في المحافظة ندوة عن تفعيل دور المرأة الريفية في المشاركة السياسية بعد الثورة. حضر الندوة العشرات من السيدات والرائدات الريفيات من قرى ومدن المحافظة، وطالبت الندوة بضرورة تمكين المرأة الريفية وممارسة حقوقها السياسية بإيجابية بعيدا عن التحزبات. قانون رادع، يعني القانون اللي هو بيقع تحت طائلته مفيش رحمه فيه ايا كان الشخص ده، يعني اعلى اعلى منصب في الدوله لاقل منصب في مصر.
وفي محافظة الفيوم أنهى المعلمون المعتصمون داخل مديرية التربية والتعليم اعتصامهم داخل المديرية الذي استمر 18 يوما. جاء ذلك بعد اجتماع مع وفد من المسؤولين للبحث عن حلول قانونية لحل مشكلتهم والعمل على إعادة تعيينهم مرة أخرى في الوزارة. حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ محمود العمريتي وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم. مرحبا بك أستاذ محمود. أهلا وسهلا يا فندم. بداية، كيف تم إقناع المعلمين بفض اعتصامهم بعد 18 يوما من الاعتصام؟ والله يعني أحب أبلغ حضرتك بأن هؤلاء المعلمين هم أخواتنا، وإحنا طبعا ما نقدرش ندخل عليهم بأي شيء، ولكن هم طبعا المجموعة دي بقالها فترة طويلة ما تقلش عن 10 سنين تم إنهاء خدمتهم، أصبح الأمر بالنسبة لنا صعب. فإحنا بنعمل اتصالات برئاسة مجلس الوزراء وبالوزارة المالية وبالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لإيجاد حلول لهم، وإن شاء الله بإذن الله بقدر ما يصل إلينا رد أو موافقة في إن إحنا نحل هذه المشكلة. لن نتوالى لحظة في حل هذه المشكلة بإذن الله، ونعمل على راحة هؤلاء إن شاء الله. اجتمعتم مع وفد من المسؤولين لبحث حلول قانونية، ما هي هذه الحلول؟ الحلول القانونية ان احنا هنبعت مذكرة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يفيدنا بالرأي عن كيفية اتخاذ الإجراء القانوني حتى لا نقع تحت طائلة القانون. طبعا هيفيدنا الجهاز المركزي، لأن الجهاز المركزي هو اللي هيوافق على فك الدرجات، وزارة المالية هي اللي هتوافق على تسهيل هذه الدرجات، ولابد من خلال الإجراء اللي هو هيجي من الجهاز المركزي سوف يتم تنفيذ ما يرد إلينا من الجهاز المركزي إن شاء الله. المعلمون الذين فضوا اعتصامهم كم كان عددهم؟ كانوا الموجودين في نفس اليوم 18 واحد، وقمت صفحت كل الزملاء ال 18، سلمت عليهم واحد واحد وخرجت معهم لحد بوابة المديرية، وخرجوا بدون أي مشاكل تذكر والحمد لله. إذن 18 معلم تظاهروا لمدة 18 يوما. أيوة يا فندم. الأستاذ محمود العمريتي وكيل وزارة التربية والتعليم في مستشفى الأطفال التخصصي بمدينة بنها. مرحبا بك دكتور نصيف. أهلا وسهلا. بداية، ما مدى خطورة هذه العملية ونسبة نجاحها؟ والله العملية دي بتعتمد على حالة القلب بتاع طفلتين، يعني احنا بنعمل اشعاعات مقطعيه متعدده على القلب، بنشوف فيها يبقى القيه في القلب ولا مفيش، هل في التصاق في البطين او مفيش، الحاجات دي كلها بتفرق في نجاح العمليه. ايضا الطفلتين يعني ملتصقين تشتركان في كبد واحد، اليس كذلك؟ تمام. ما مدى خطوره ذلك؟ والصدر مشترك كجدار، لكن كل طفل له قلب منفصل عن الاخر، في اشتباه في ان البطين مشترك، لكن احنا لسه هنعمل اشعه مقطعيه، دي اللي هتحدد اشعه مقطعيه متعدده على الشرايين والاورده بتاع القلب. نعم. اذا الكشف على القلب هو من سيحدد موعد الاجراء العمليه؟ تمام. نعم. هذه الحاله يعني هل توجد اسباب علميه لهذا الالتصاق؟ هو لا توجد اسباب علميه واضحه، لكن زواج الاقارب احد العوامل، التلوث البيئي احد العوامل، ادويه منشطه للانجاب، الام اتاخرت في انجاب شويه خدت ادويه منشطه للانجاب بصوره يعني عنيفه شويه، ممكن تحصل القصه دي. طيب حضرتك لم ترد على هذه الاجابه، خطوره العمليه؟ لا، العمليه طبعا في خطوره عاليه جدا، يعني نسبه النجاح فيها بتبقى ضئيله، يعني بتتراوح من 5-10%. هذا يعرض الطفلين الى الخطر؟ طبعا لما يكون في مشاكل في القلب في ناحيتين طبعا بيبقى في نسبه خطر موجوده. دكتور نصيف الحفناوي رئيس مجلس اداره مستشفى الاطفال التخصصي بمدينه بنها، شكرا جزيلا لك. في محافظة السويس واصل العشرات من الشباب العاطلين إغلاق بوابات ميناء بور توفيق في السويس ومنعوا دخول السيارات إلى الميناء للمطالبة بتوفير فرص عمل لهم، وتسبب إغلاق الميناء في تعطل شحن السيارات. وفي محافظة الإسماعيلية واصل اتحاد حملة المؤهلات العليا العاملين في قناة السويس اعتصامهم أمام مبنى إرشاد السفن الرئيسي في الإسماعيلية احتجاجا على ما وصفوه بمماطلة إدارة القناة في تسوية مؤهلاتهم الدراسية.
كانت قوات الشرطة العسكرية قد فضت اعتصامهم مساء أمس داخل المبنى. على صعيد آخر، تمكنت قوات الجيش من إعادة فتح طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي أمام المنطقة الحرة الاستثمارية بعد أن قطعه العاملون بإحدى شركات الملابس الجاهزة احتجاجا على ما وصفوه بتجاهل المسؤولين بالشركة لتحقيق مطالبهم بصرف الأرباح السنوية لهم. لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف الصحفي يسري محمد. يسري، ما هي آخر تطورات اعتصام حملة مؤهلات العليا؟ نعم، بالفعل هذا الاعتصام لا زال متواصلا أمام مبنى إرشاد السفن الرئيسي بالإسماعيلية. المعتصمون يأكدون بأنه قد تم فض الاعتصام من قبل الشرطة العسكرية بالأمس، وأنهم اضطروا إلى مواصلة اعتصامهم في الحديقة المواجهة لمبنى إرشاد السفن لقناة السويس. أيضا يؤكدون بأنهم مستمرون في الاعتصام حتى يتم الاستجابة لجميع مطالبهم الخاصة بتسوية مؤهلاتهم التي حصلوا عليها أثناء الخدمة بقناة السويس. هم أيضا يؤكدون بأنهم قد حصلوا على عدة عهود من الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس بحل مشكلاتهم، وأنه قد تم تشكيل لجنة بالفعل لإنهاء هذه المشكلة، ولكن اللجنة لم تتوصل إلى أي قرارات مما دفعهم إلى الاعتصام داخل مبنى قناة السويس. ثم بعد ذلك انتقلوا إلى مواصلة هذا الاعتصام أمام مبنى إرشاد السفن بالإسماعيلية. طيب، لماذا فضت الشرطة العسكرية اعتصامهم أمس؟ على حد قول المعتصمين فأنهم يعني كانوا داخل مبنى إدارة قناة السويس ومبنى إدارة السفن الرئيسي، وأن الشرطة العسكرية حضرت إليهم محاولة اقناعهم بضرورة فض الاعتصام داخل المقر، وأن يكون لجوءهم إلى الطرق الأخرى الخاصة باستكمال عمل اللجنة المشكلة، ولكن يعني أكد المعتصمين بأنهم مستمرون في اعتصامهم وأصروا على ذلك، مما اضطر قوات الشرطة إلى فض هذا الاعتصام. قوات الجيش تمكنت من فتح طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي، فما ملابسات أصلا قطع هذا الطريق؟ نعم، هذا الطريق تم قطعه صباح اليوم نتيجة قيام المئات من العاملين داخل إحدى الشركات الخاصة بتصنيع الملابس الجاهزة داخل المنطقة الحرة الاستثمارية بمحافظة الإسماعيلية، بقطعه على نتيجة عدم حصولهم أو رفض إدارة الشركة على حد وصفهم بمنحهم الأرباح السنوية. أيضا العمال يؤكدون بأن الشركة تصر على صرف 25% من قيمة الأرباح السنوية، في حين تؤكد الشركة بأن موقفها قانوني وأن العاملين يحصلون على حقوقهم كاملة، وأن لجان من القوى العاملة وأيضا من هيئة الاستثمار قد زارت المصنع وأكدت بأن إدارة المصنع تقوم بصرف جميع المستحقات على أكمل وجه، لكن العمال أكدوا بأنهم لا يحصلون على الأرباح السنوية الكاملة، وبالتالي قاموا بقطع الطريق صباح اليوم وإشعال إطارات السيارات المطاطية، وأيضا وضعوا المتاريس الحجرية لمنع مرور السفن منع مرور السيارات، مما تسبب في تكدس أعداد كبيرة. تدخلت بعد ذلك قوات الجيش وتمكن الحاكم العسكري بمحافظة الإسماعيلية من إقناعهم بضرورة تكوين يعني أعداد منهم يكونوا ممثلين للعاملين، ويتم التفاوض من جديد مع الشركة لوضع حل لهذه الأزمة. الصحفي يسري محمد، كنت معنا من محافظة الإسماعيلية، شكرا جزيلا لك. نتحول الآن إلى محافظة شمال سيناء، حيث نظم العاملون في شركة النصر للملاحات وقفة أمام مبنى المحافظة احتجاجا على منعهم من الدخول إلى مقر الشركة، كما أغلق العاملون الطريق الدولي الساحلي عدة ساعات. أيضا في شمال سيناء نظم العاملون الإداريون بكليتي التربية والزراعة فرع جامعة القناة في العريش وقفة احتجاجية أمام بوابة المدينة الجامعية للمطالبة بتحسين أوضاعهم الوظيفية وصرف الحوافز والبدلات المقررة لهم.
على صعيد آخر، نظم أهالي قرى الشيخ زويد وقفة احتجاجية لعدم وصول مياه الشرب لهم، وقد التقى المحافظ اللواء سيد عبد الفتاح حرحور ومسؤول المياه بعدد من الأهالي لدراسة مشاكلهم وكيفية توصيل المياه لمناطقهم. من شمال سيناء ينضم إلينا عبر الهاتف الصحفي ماهر إسماعيل. ماهر، بداية، هل ما زال الطريق الدولي الساحلي مقطوع؟ نعم الزميلة سارة، لقد تم إعادة تشغيل الطريق الدولي بعد فترة من إغلاقه من قبل العاملين بشركة نصر الملاحات، وكان هذا الإغلاق أمام مبنى المحافظة، مطالبين المحافظة والقيادات الأمنية بسرعة إيجاد آلية لفتح مقر الشركة الموجودة غرب العريش والتي توقف العمل بها منذ أسابيع لقيام الأهالي بإغلاقها ومنعهم من العمل. العاملون في الشركة كما ذكروا أن الأرض المقام عليها الشركة هو تخصيص من المحافظة بحق انتفاع مقابل 1.6 مليون جنيه، لكن بعد الثورة ظهر أصحاب الأرض جدد عرضوا على الشركة أما شراء الأرض أو دفع مقابل انتفاع، تم التوصل دفع قيمة إيجارية لهم سنويا، هكذا قال العاملون بالشركة، مقابل ويكون هذا المبلغ مقابل الحراسة والإيجار. لكن بعد فترة من ذلك ظهر أهالي جدد أصحاب جزء آخر من الأرض فتوجهوا بعد ذلك المحافظة، فتقرر أن يتم عقد لقاءات مع الأهالي لحل المشكلة. لكن حتى الآن ورغم أن الشركة منشأة اقتصادية تقوم على الإنتاج المحلي والتصديري، والإنتاج التصديري متوقف حاليا عقب توقف العمل بالشركة، هناك الشركة تعود لها عوائد على الدولة تبلغ ملايين الجنيهات بخلاف التعاقدات والالتزامات مع العملاء التي لا يمكن الوفاء بها في ظل إغلاق الشركة. العاملين بالشركة طلبوا الجهات المسؤولة إنهاء الأمر مع العائلات، خاصة بعدما علموا أن الشركة ليس لديها مانع من الموافقة على ما يتم التوصل إليه في حدود القيمة الإيجارية. المحافظ السيد عبد الفتاح حرحور التقى بهم اليوم ووعدهم بمهلة 15 يوم لحل المشكلة وعودتهم إلى عملهم، لكنه أكد لهم أنه سيجتمع بكافة الأطراف لحل المشكلة سريعا وربما يعود إلى عملهم خلال أيام. الصحفي ماهر إسماعيل كنت معنا من شمال سيناء، شكرا جزيلا لك. إلى محافظة البحر الأحمر، وبها نختتم جولة المحافظات، حيث قرر المحافظ اللواء محمد كامل تشكيل لجنتين لمعاينة آثار الحريق الذي وقع في سوق الشلاتين التجاري الدولي، والتهم 55 محلا تجاريا وفقا للتقديرات النهائية للخسائر. وتقوم اللجنة الثانية حاليا بعمل تصور جديد لمنظومة الأمن الصناعي والإطفاء لتأمين السوق التجاري وإنشاء نقطة إطفاء ثابتة. ينضم إلينا عبر الهاتف اللواء سعد الدين أمين السكرتير العام للمحافظة. مرحبا بك سيادة اللواء. أهلا وسهلا فندم. هل اتضحت أسباب الحريق بداية؟ حضرتك لأن هناك قضية المنطقة كلها عبارة عن أكشاك خشبية فيها مواد عطرية ومواد مرتعبة وأعشاب، فطبعا مش قادرين نحدد لسه مثلا مصدر سأوصل للحريق، خصوصا إن الرياح كانت شديدة جدا امبارح في هذه المنطقة. إنما إن شاء الله اللجان الفنية هتبحث وتقول لنا إيه سبب الحريق إن شاء الله. نعم. سيادة اللواء سعد الدين أمين السكرتير العام للمحافظة البحر الأحمر، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، الآن نتحول إلى مجلس الشورى لمتابعة جلسته حول مناقشة قانون السقوق. شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.